حياكم الله مشاهدينا، رجعنا نتواصل معاكم. مثل ما شفتوا معانا قبل شوي، الحديث راح يكون عن الهيئه العامه للمعلومات المدنيه، ويسعدنا يكون معانا السيد مساعد العسعوسي المدير العام للهيئه العامه للمعلومات المدنيه. مساك الله بالخير، حياك الله. والله بالنور، انت والمشاهدين حياكم. حياك الله معانا. الله يحييك. بعد نجاح تطبيق هويتي، نبي نعرف شنو الاستخدامات الجديده لهذا التطبيق. تطبيق هويتي استخداماته تحددت بالقرار الوزاري اللي هو 20 اللي صدر 20/4/2020، حدد ثلاث استخدامات أساسية للتطبيق هويتي. الأولى هي بطاقة مدنية رقمية تحل محل البطاقة اللي هي اللي يحملها الفرد في جميع المعاملات الحكومية والغير حكومية. يعني الإنسان بالتلفون يعني هو يحمل بطاقته المدنية. الهدف أو الاستخدام الآخر هو التصديق الإلكتروني، بمعنى الدخول آمن على جميع الخدمات الحكومية والقطاع الخاص. والأخير هو التوقيع الإلكتروني. فهي ثلاث استخدامات: بطاقة مدنية رقمية، تصديق إلكتروني، وتوقيع إلكتروني. نعم، يعني هذه الخدمات الثلاث اللي حضرتك تفضلت وذكرتها، منو الشرائح المستفيدة من هذه الخدمات؟ طبعا هو المستهدف جميع يعني المواطنين والمقيمين. احنا بداية اطلقناها لاصحاب البطاقة الذكية من المواطنين والوافدين، ومؤخرا قبل اسبوعين اضفنا اللي هي شريحة العمالة المنزلية مادة 20. بقى عندنا الأطفال اللي هم 5 سنوات فأقل، هذيل لأن بطاقاتهم ما عليها صورة، صح، فهذيل مستثنين أو ما يتمكنون من استخدام تطبيق هويتي. فالآن أصبحت متاحة للجميع ما عدا الأطفال الصغار. حلو. كم عدد مستخدمين التطبيق لحد الآن؟ كم بلغ عددهم؟ وصلنا الآن 1,180,000 اللي نزلوا تطبيق هويتي، 320,000 منهم خارج الكويت نزلوا تطبيق هويتي، تقريبا 800 وشوي داخل الكويت. حلو. يمكن احنا يعني خلال هذه الفتره وجائحه كورونا يمكن المطارات سكرت، المسافرين شوي قلوا، لكن اذا بنتكلم على تطبيق هويتي وشلون ممكن يعني يستفيدون منه ايضا المسافرين. نعم، انا مثل ما وضحت لك انه هو 320 الف خارج الكويت نزلوا تطبيق هويتي، الغرض منه انهم يدشون فيها بدل البطاقه المدنيه، لان مثل ما تعرف لما الغي ملصق الاقامه أصبحت البطاقة المدنية هي إثبات الإقامة. صحيح. مع عدم تمكن هؤلاء من الحصول على البطاقة المدنية، أصبحت البطاقة المدنية الرقمية الصادرة من تطبيق هويتي هي البديل في دخول البلاد. وإحنا فعلا خاطبنا وزارة الداخلية والخارجية مع الطيران المدني لمخاطبة الجهات الخارجية اللي يتعاملون معها من منافذ شركات طيران، سفارات، المطارات الأخرى، كلها على اساس ان هي تعتمد البطاقه المدنيه الرقميه الصادره من تطبيق هويتي في دخول البلاد. وفعلا الكثير يعني من الناس يعني دخلوا الكويت خلال الفتره السابقه هذه باستخدام تطبيق هويتي، والحمد لله حقق يعني نجاح كبير بفضل الله. السيد مساعد العسعوسي، ايش كثر ولاي درجه هالتطبيق سهل على الناس انجاز معاملاتهم، رايك؟ حقيقة طبعا يعني مثل ما قلت احنا قاعد نتكلم على 1,180,000، هذيلا كلهم مو محتاجين ان يشيلون بطاقتهم، وخاصة الشخص اللي بعد ما استلم بطاقته، الشخص المسافر يدخل فيها. الان جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص قاعد يعتمدون تطبيق هويتي. البنوك حقيقة الان بعضهم بدا يطلق خدماته، حتى فتح حساب ويعني اعتماد معاملات المراجعين من خلال تطبيق هويتي. انت ناسي بطاقتك بالبيت، مو شايلها معاك، تقدر تستخدم تطبيق هويتي في اي معامله. احنا رؤيتنا المستقبليه يعني تدريجيا نحاول نخلي الناس تستغني حتى عن حمل البطاقه. حلو. تدريجيا، وهذا اكيد راح يوفر مبالغ كبيره على الدوله ان شاء الله. ان شاء الله اكيد، وهذا اللي يطمح له اكيد الشعب الكويتي. اليوم لما صارت ازمه كورونا على المستوى العالمي وعندنا بدوله الكويت، يمكن كان في دور كبير للمؤسسه لهيئه المعلومات المدنيه في مسانده غيرها من الجهات والمؤسسات العامه الموجوده بالكويت. نتكلم على هذا الدور في مكافحه وباء كورونا. الهيئة أثناء الأزمة كان دورها داعم حقيقة للجهات الأخرى أكثر من دورها لذاتها. الهيئة تحولت إلى كأنها IT أو دعم فني للجهات الحكومية. أنا أعطيك على سبيل المثال، وزارة الداخلية طورنا لها منصة تصاريح عدم التعرض،
وتصاريح الخروج أثناء الحظر، بالإضافة إلى تطوير الكيرفيو بيرميتس اللي هو يستخدمونه الشرطة في نقاط التفتيش. وزارة الخارجية طورنا لها منصة إجلاء أقرباء الوافدين من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى مراجعة وتدقيق بيانات منصة معاكم، وطورنا لهم كذلك نظام مواعيد. وزارة الشؤون طورنا لها منصة لتقديم المعونات للأفراد الاستفادة منها من الوافدين تقريبا 500,000. وزارة الصحة طورنا لها منصة بيانات المصابين والمخالطين، كذلك العينات العشوائية لدعم اتخاذ القرار في الحظر المناطقي والكلي والجزئي. وزارة التجارة دعمنا بالمعلومات منصة التسوق، يعني جهات جهود كبيرة والله. يعني تقريبا يعني أغلب الجهات حتى ما يحضرني يعني، لكن إحنا كنا يعني قدرة الهيئة، قدرة الهيئة على التطوير الذاتي، هذا كله تم تطويره ببلاش على فكرة يعني. نعم. ودون دفع أي مبالغ لا منا ولا من الجهات الأخرى، وبسرعة يعني كبيرة، لأن كانت الأزمة تتطلب أنك أنت يعني تلبي احتياجات الدولة بسرعة. فقدرة الهيئة الذاتية من خلال يعني طاقاتها وشبابها حقيقة تمكنت أن تسد الفجوة هذه بشكل كبير، ومن بعد الأزمة بدأت تلتفت لذاتها يعني من بعد الأزمة. نعم. طيب شلون قدرتوا بعد استئناف العمل أنكم تتعاملون مع المراجعين؟ شلون قدرتوا؟ نعم. احنا طبعا اثناء الازمه كنا شغالين يعني من نقعد على قولتهم لما ننام، لان احنا كنا كله شغالين عن بعد وساعات متواصله لدعم الجهود. من بعد ما رجعنا التفتنا للهيئه بشكل يعني اكبر وتركيز اكثر، طبعا على راس الانجازات اللي هي تطبيق هويتي، هو اللي يعني خفف عنا الضغط، ان احنا لازم نصدر البطاقه خاصه تعطل الاعمال لمده 4 شهور مو شويه يعني. صحيح. طورنا نظام مواعيد لاستقبال المراجعين، زودنا ساعات العمل، يعني تسليم البطاقة أصبح من الساعة 6 الصبح للساعة 8، 14 ساعة متواصلة متاحة للناس أن تجي المبنى الرئيسي وتستلم بطاقتها. افتتحنا مبنى الأحمدي بالتعاون مع حقيقة الشكر لوزارة الأشغال على إنجاز المشروع، ما كان مخلص 100%، يعني جزاهم الله خير عطونا اياه وفتحنا فيه فرع لتسليم البطاقه من الساعه 9 الصبح للساعه 5، والجهره كذلك من 9 الى 5. فبالرغم من طاقتنا 50%، لكن وزعناها على مدار اليوم عشان نلبي حاجات الناس. بالاضافه الى هذا طبعا هني اقول ان خلال الفتره هذه صدرنا تقريبا 1,450,000، اقول 1.5 مليون بطاقه تم اصدارها من بدينا بشهر 7 الى الان. بالإضافة إلى هذا أطلقنا خدمة توصيل البطاقة للمنازل، حقيقة حققت يعني نجاح كبير. إلى الآن وصلنا تقريبا 90,000 بطاقة بمعدل 4,200 بطاقة يوميا. حلو. والتوصيل الجاري لليوم طبعا في عليه إقبال كبير والحمد لله ناجح، ويعني وقاعد يلاقي استحسان وثناء من الكثير يعني. نعم. هذا الحديث كان عن تطبيق هويتي، يعني من التطبيقات الثانيه اللي موجوده ايضا عندكم في الهيئه واللي مشكورين عليها والمميز اللي قاعد يستخدمونه يمكن اغلب الشعب الكويتي، كويت فايندر. نبي نتكلم شوي اكثر على مميزات هذا التطبيق. كويت فايندر له مسيره تاريخيه، وبدا في 2013 النسخه الاولى، وبعدين تطورت في 2015 والنسخة الأخيرة في 2019، وصار عليها تقريبا 5 مرات من الإضافات والتعديلات للنسخة الأخيرة نفسها. يعني طبعا احنا نعرف ان كويت فايندر هو وسيلة للوصول الى العناوين من خلال الرقم الآلي او العنوان، وصول الى الجهات بالبحث بأسماء الجهات، وصول الى أنشطة تجارية. يعني انت ممكن تقول مصبغة، تقول محل، يعني اي كان هذا النشاط، انت مو عارف اي شركة، حط النشاط وحط المنطقة اللي تبيها يطلع لك كل الأنشطة المسجلة في نظام المعلومات المدنية. بالإضافة إلى هذا كله والميزة اللي حقيقة يعني لاقت استحسان كبير، هو الستريت فيو اللي هو المنظر المحيطي. حقيقة حجم المشاهدات كبيرة جدا على الستريت فيو، وصل إلى 4,500,000 مشاهدة شهريا على الستريت فيو. طبعا الستريت فيو احنا سوينا مسح للكويت في 2016 كذلك بدون أي تكلفة على الدولة، مسحنا الكويت من الحدود للحدود. الآن إحنا عندنا سجل تاريخي للكويت في ذاك الوقت
كثير من الجسور انبنت، كثير من المباني والمناطق السكنية استحدثت. فالآن احنا قاعد نعيد الكرة ونسوي كذلك بجهود ذاتية نفس الموضوع. فكويت فايندر الحمد لله لقى يعني نجاح كبير خاصة في الفترة الأخيرة. الآن وصل عدد مستخدمي كويت فايندر 1,180,000 تقريبا، 1,190,000. جدا جميل. ابي ارد شويه معاك اسالك عن الاصدار السريع، الناس يتسالون هل راح يرجع ولا لان انلغى الحين؟ هو حقيقه ما انلغى، بس احنا بسبه مثل ما قلت اللي هو الطاقه 50%، فبالتالي احنا يعني ناطرين لما ترجع الطاقه 100% هذيك الساعه ان شاء الله راح نرجع لهذا. لكن بطاقة الكويتيين قاعد تصدر اليوم الثاني، بطاقة الأعمال المنزلية كذلك، العاملين بالجهات الحكومية باليوم الثاني، الأطفال اللي هم أقل من 5 سنوات تقريبا خلصناه خلال أسبوع هذا، راح يكون إحنا يعني أنهيناهم تقريبا جميع الشرائح الموجودة ما عدا المادة 18 هي الآن قاعد تستخدم تطبيق هويتي بدرجة كبيرة. لكن إحنا قاعد نصدر تقريبا ونوزع مو اقل من 10,000 بطاقه يوميا. فارجع حق موضوع الاصدار الفوري، احنا تقريبا قاعد نسد الحاجه بشكل كبير، لكن بسبب نقص الطاقه ما راح نقدر نفتحها في الوضع الحالي. نعم ما شاء الله، يعني انجازاتكم جدا كبيره، ويعني كل هذا الانجاز اللي قاعد نشوفه خلال هذه الفتره القصيره، وهي نسبه 50% يمكن بس من اخواننا اللي قاعدين يداومون في الهيئه العامه للمعلومات المدنيه. اكيد بنشكركم على هذه الجهود الكبيره. اليوم ايش كثر من الشباب الكويتي العامل معاكم؟ ودي لو نذكرهم شوي استاذ مساعد. هو حقيقه يعني الشباب الكويتي وحتى الغير الكويتي الموجود بالهيئه كل يعني حسب نسبته يعني تخصص. قاعد يشارك في هذا الدعم. الكويتيين بالذات في موضوع تطبيق كويت فايندر حقيقه ابطال، حتى اثناء الازمه هم اللي قاعد يسوقون السياره، وهم اللي قاعد يعني يدورون بالطرق ويصورونها. الان احنا خلصنا محافظة الأحمدي ومبارك الكبير، وإن شاء الله مع نهاية شهر 7 نكون مسحنا مسح جديد للمناطق الجديدة، المناطق كلها الكويت مرة ثانية. عشان يكون عندنا صورتين، وهذا مسح ذاتي بدون أي تكلفة كذلك، كلها جهود ذاتية داخل الهيئة. عشان أعطيكم معلومة، المناطق العمرانية طول الطرق فيها تقريبا 10,000 كيلو، الكويت كلها 17,000 كيلو. احنا غطينا 4,500 كيلو من المنطقة العمرانية، تقريبا 45%. فإن شاء الله لما نغطي المناطق العمرانية كلها راح نتوجه حق المزارع يعني اللي هي على أطراف الحدود الشمالية والجنوبية، ونكون يعني قدمنا الكويت كذلك مسح جديد اللي هو 2019-2020، ممكن ندخل على 2021. هذا كله حقيقة بجهود الشباب الكويتيين اللي هم يعني قاعد يؤدون دور بطولي. احنا ما نوفيهم الشكر حقيقة، ولا يعني ما قاعد نعطيهم مكافآت حقيقة اللي يعني تساوي الجهد اللي هم قاعد يسوونه. نعم يستاهلون أكيد يعني هذا الثناء والتقدير من حضرتك. أيضا اللي قاعد يدخل على تطبيق كويت فايندر قاعد يشوف مو بس المناطق الجديدة والعنوان، أيضا شكل البيت وصورته 3D موجودة من خلال بالضبط. هذا التطبيق. أي بالضبط، هذا من خلال مثل ما ذكرت لك موضوع الستريت فيو، قاعد تستفيد منها الجهات كلها، البلدية، المطافي، الجهات الأمنية، أصحاب العقارات، المتداولين في العقار اللي بيستدلون على البيوت، كلهم قاعد يستفيدون من الستريت فيو. مثل ما قلت لك هذا يعني حجم المشاهدات الشهرية يدل على حجم الاستفادة من يعني من هذه الخاصية. طيب سيد مساعد، شنو الجهات اللي تتعاملون معاها في عملكم؟ احنا طبعا يعني واضح من خلال أزمة كورونا أن الكل قاعد يتعامل مع الهيئة، والكل يحتاج إما بدعم فني أو معلوماتي أو إحصائي. فبلا استثناء جميع الجهات الحكومية هي مربوطة بشكل أو بآخر معلومات المدنية، بل حتى القطاع الخاص، كل يعني القطاع الخاص المهم إن كان مصرفي
أو كان يعني أي نشاط كان قاعد يتعامل مع الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر. نعم، يعني سيد مساعد احنا تكلمنا خلال حلقتنا اليوم عن تطبيق هويتي كويت فايندر، ودنا نعرف منك يعني لو تعطينا بشكل حصري هل في أشياء جديدة احنا مو متوقعينها من المنصات الإلكترونية الخاصة فيكم، في مفاجآت، في أشياء خاصتها الهيئة؟ هذا سؤال مهم يعني فاجأتني فيه. فعلا احنا الآن، أنا ما كنت راح أقول الموضوع هذا بس مدامك سألته، احنا فعلا قاعد يعني الان قاعد الشباب الكويت اللي تكلم عنه، احنا ان شاء الله خلال يعني اسبوعين ثلاثه راح نروح المحميه الجهره وراح نطلق يعني اطلاق مبدئي حق الدرون اللي يعني جهزناه. والدرون هذا ميزته انه هو راح نبتدي نصور الكويت تصوير ساتلايت بدرجه عاليه جدا، واحنا راح نكون يعني الاوائل في المنطقه في هذا الدور. ميزه الموضوع هذا انه راح يوفر للدوله الجهات الحكوميه بدون تكلفه كذلك، ما يحتاج انه يوقعون عقود عشان يبون صور ساتلايت كل دوله كل جهه على حده، الهيئه راح توفر لهم هذا الموضوع ببلاش. هذا خبر حصري حق ليالي الكويت، هذا الخبر حصري ما انقال يعني الا لكم. فان شاء الله انا راح اكون يعني من بس قاعد ندرب شباب على الجهاز، شباب الكويتي قاعد يدربون على الجهاز الآن، وإن شاء الله من يجهز راح نبتدي يعني نطلقه، وإن شاء الله راح تكونون كذلك حاضرين معنا إن شاء الله عند الإطلاق. إن شاء الله يا عم نتشرف. نبي نشكرك على وجودك معنا، نشكر كل الجهود اللي قاعد تقومون فيها. في كلمة أخيرة تحب توجهها على كل السادة المواطنين اللي قاعد يشاهدون ليالي الكويت؟ والله أول شيء شكر لكم على الجهد اللي أنتم كوزارة الإعلام كقائمين في الإعلام حقيقة على دوركم أثناء يعني أثناء الأزمة وبعدها، صراحة الله تحييكم. وبالنسبة حق الأخوة يعني المشاهدين، إحنا نقول إن يعني اللي ما عنده بطاقة عنده تطبيق هويتي تغني، الدولة وفرت لك البديل وطلعت القرار الوزاري ودعمتها بقرار من مجلس وزراء بإلزام جميع الجهات الحكومية باعتماد البطاقة المدنية، والآن تقدر أنت كوافد تستخدمها في الدخول والخروج. يعني الدولة على قولتهم عدها العيب من الناحية هذه، لكن زيادة على هذا احنا يعني نبذل جهدنا ان احنا كذلك نوفرها للجميع ان شاء الله. حلو، بس على السريع ذكرنا البطاقة المدنية، الشباب الإعداد يقولوا لي التوقيع اللي موجود على البطاقة هذا شنو استخدامه؟ اي توقيع؟ التوقيع الإلكتروني اللي داخل البطاقة المدنية اللي مستخدمينه بهويتي. هويتي الآن أحد البنوك، زين يعني أنا يمكن مو مطلوب من أن نذكر أسماء البنوك يعني. نعم. أحد البنوك الآن أطلق فتح حساب باستخدام تطبيق هويتي. حلو، فيقدر العميل يقدر الشخص أنه هو يفتح حساب. عشان تفتح حساب أنت لازم توقع. صحيح. التوقيع توقيع إلكتروني مو شكلي، فتقدر توقع إلكترونيا على فتح حساب. يعني ما عاد انت المفروض يعني تروح يعني ما عاد المطلوب منك تروح للبنك عشان تفتح حساب. هذا انجاز كبير جدا ما كان ممكن يكون بدون تطبيق هويتي. أكيد. فتطبيق هويتي احنا شغالين فيه قبل سنه من موضوع كورونا، ما اطلق عشان اللي هو بديل عن البطاقه. هذا كان الاستخدام الادنى، استخدام الاهم والاقوى هو التصديق والتوقيع الالكتروني، اللي انك انت ما تحتاج تحفظ اكثر من هويه ورقم سري لكل جهة حكومية. حلو. انت عندك تطبيق هويتي هو هويتك امام جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. هذا الشيء ان شاء الله راح يصير ان شاء الله، بدينا خطواته وقطعنا فيه شوط وراح نوصل ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. يعطيك الف عافيه سيد مساعد العسعوسي المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية على وجودك معنا. وصلنا حق الختام منار.